وهذا يخطئ فيه بعض طلاب العلم، يلزمه إذا سمع النداء أن يجيب. بعض الناس يأتي ويقول أنا مسافر ويمكث عند قريب له في بيته، يا فلان تعال صل، قال لا أنا مسافر سأقصر الصلاة. نقول يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عام، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولم يفرق بين مقيم وبين مسافر. أنت تمكث في البيت من أجل أن تأتي بسنة القصر، بينما على حساب الإتيان بسنة القصر تسقط واجبا عليه وهو الحضور لصلاة الجماعة. فمن سافر فله أن يقصر، لكن إن سمع النداء فليجب. لكن لو كان في بلدة ولم يسمع النداء، كأن يكون مثلا خارج هذه البلدة، مثلا في مزرعة ما أو في مكان ما، فله أن يقصر. لكن أن يبقى والناس يصلون ويقول أنا مسافر، أين الدليل على إسقاط صلاة الجماعة على المسافر؟ ما في دليل، بل إن فعله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر أنه كان يصلي جماعة.